دكتور هاني البنا وعلى قول الدكتور هاني البنا رجل غني عن التعريف وافتخر واعتز بوجوده معنا واشكره انه لدى دعوه وحضر لدعمنا في بناء قدرات المجتمع المدني العراقي بصفه عامه بتنوعه اكراد عرب شيعه سنه. فارحب في هذا الاجتماع او هذا السيشن التدريبي الخاص ببناء مجتمعات قدرات المجتمع المدني. طبعا قبل ما ادي الكلمه للدكتور هاني البنا نبدا يعني مختصره عن خلفيه الاغاثه الاسلاميه عبر العالم، وهي مؤسسه اسست من 1984 تغطي العديد من الدول تقريبا في الوضع الحالي نغطي 42 دوله اغلبها في دول الجنوب جلوبال ساوث كما بنسميها الدول الناميه، وبعضها في الدول الغربية وتعتبر من أحسن نماذج الشراكة المبنية على الدعم والمساواة. الدول التي متمكنة مادياً واقتصادياً تدعم الدول في الجنوب، ولو أن بعض الناس عندهم تحفظ عن استعمال كلمة الدول النامية فنسميها Global South بصفة عامة، بنشوف ما يكون أي يعني نعت مرتبط بكلمة الدول النامية، فكلنا في طريق النمو من الشمال للجنوب. بصفة عامة الإغاثة الإسلامية من أنجح النماذج التي حسب ما شفتها في يعني تاريخي المهني يعني المودست البسيط، لأنها في الشرق الأوسط أقرب لقلب الإنسان الشرقي وأكثر تقرب لثقافة المنطقة، مبنية على الشراكة، المساواة، العدل، الإحسان إلى آخره، وأظن الأخ الدكتور هاني البنا سيتعمق ذلك في ذلك أكثر مني. فالإغاثة الإسلامية بالعراق من المؤسسات التي ابتدت في العمل الإنساني من 2003، يعني من أول المؤسسات اللي ابتدت في برامج الإغاثة بعد سقوط النظام السابق. وكانت عملها ليس يختصر على توزيع المواد الغذائية، اشتغلت في الصحة، في التعليم، في إعادة الأعمار، وتطورت مع تطور التحديات التي يعاني منها المجتمع العراقي الحالي. وهذه التحديات رح نحاول نتطرق إليها بطريقة تدريجية ونركز أكثر على أهمية يعني المجتمع المدني ودوره في التفاعل مع هذه التحديات، لأن الكثير نرى حول الكثير من المؤسسات الدولية المتواجدة يبقى السؤال مطروح: مدى نجاحنا؟ ولماذا حصل ما حصل؟ ولماذا التحديات في تزايد وليس في تراجع؟ هل هناك إخفاق أم هل هناك يعني حاجة لمهنية أكثر لكي نعالج هذه التحديات؟ ومن الإيجابيات اللي أنا شفتها شخصياً في الإغاثة الإسلامية بالعراق أنها تقريباً 99% مكونة من كوادر محلية، نستثمر أغلب وأكثر برامجنا في بناء القدرات المحلية لأن نؤمن أن الكوادر المحلية ستنجح في يعني إصلاح الوضع الحالي والتحدي التحديات اللي يعاني منها المجتمع العراقي. وعلى فكرة الإغاثة الإسلامية بالعراق كوادرها موجودين معنا يمثلون التنوع الذي يشكله العراق، معنا أخوة شيعة، سنة، مسيحيين، أكراد، عرب، تركمان، وهم موجودين معنا في القاعة وأرحب بهم. هذه خلاصة الكلام. في الوضع الحالي الإغاثة الإسلامية بالعراق عندنا تقريباً 92 موظف، مكاتب الدهوك، كركوك، بغداد والمكتب الرئيسي بأربيل. التنوع طبعاً على الخلفية الدينية العرقية، وطبعاً نساء ورجال والقياديات النسائية موجودين معنا، وأهلا وسهلا بالست سناء الراوي من القياديات العراقية أيضا نفتخر بها. المواضيع اللي بنشتغل عليها ونركز عليها من الشلتر، المناجئ، المواد الغذائية، الصحة، التعليم، ونتمنى أن نتوسع لنطاق أكثر ومواضيع أخرى. فلن أطول عليكم وأدي الكلمة لضيف الشرف إلنا الدكتور هاني البنا. قبل الدكتور هاني البنا صباح الله بالخير. دكتور أمل استعرضت الإغاثة، لكن أنا كنت نفسي أقول إحنا ليه عملنا البرنامج ده؟ إن
لو كان في سنة 84 كان مجموعة من الطلاب المسلمين موجودين في بريطانيا وكان في ديزاستر وكوارث كتير في دول العالم، زادت الكارثة في السودان فتأسست إسلاميك ريليف وكانت مثال كويس واشتغلت على مدى 30 سنة. لكن وصلنا ان اتعملت عدد كبير من المؤسسات زي الهيومن ابيل والإغاثة الإنسانية وعدد من الناس، فبقيت المجتمع الإسلامي والمجتمع الدولي محتاج مستوى أعلى من مجرد إغاثة مؤسسة إغاثة، وإنما عايز مستوى كيف تؤسس المؤسسات. فتأسس المنتدى الإنساني، المنتدى الإنساني اللي بينسق من كافة المؤسسات الإغاثية وخصوصا الغربية والشرقية. اللقاء ده في الحقيقة لقاء يمكن 20 ولا 23. الشهر اللي فات كنا في سوريا في أنطاكيا، قبل كده كنا في غازي عنتاب، كنا قبل كده لسه في الصومال، بعدكم رايحين اليمن. الفكرة كلها وقبلها كان القمة الإنسانية اللي موجودة في اسطنبول، إن إزاي يحدث نوع من تبادل الخبرات، إزاي مؤسسة زي الإسلاميك ريليف بعد عمرها 30 سنة هلأ في مؤسسة اسمها ريادة عمرها سنة ونص، إزاي المؤسسة اللي سنة ونص تبص قدام على 30 سنة ايه المستويات الجروث او النمو اللي محتاجه تسمعها المنظمه. امبارح كنت بتكلم مع اختي الدكتوره امل وبنقول ان في ديسكريبنسز او في تباين شديد بين مؤسسه دوليه زي سيفن شيلدرن ولا بول انترناشونال ولا المؤسسات دي، بالحقيقه لما تخشها بتجد هناك يا استاذه فرق بينها وبين المؤسسه رياده ولا اخوات رياده الصغيره. تلقى المؤسسه دي غالبا انا اللي انا بشوفه وانا اشتغلت في دول ممكن نقول بنسميها احنا مور بروفيشنال، مرتبه احسن، امورها الماليه مضبوطه، امورها الاداريه مضبوطه، تلقى الموظفين نوع من الساتسفاكشن، جوب ساتسفاكشن احسن، كل واحد عارف هو بيعمل ايه، في ثقه فيها من المؤتمر المجتمع الدولي، الحكومات بتثق فيها، عارفين هم رايحين فين، بيقدروا ينفذوا مشروعات. بينما المؤسسات الصغيره اللي لسه وليده يمكن اكثر قربا للناس واكثر احتكاكا بالناس ومرتبات الناس اقل وحماسهم للعمل اكثر، لكن يمكن المهنيه يمكن لسه فيها كلام. ازاي ننتقل بمؤسساتنا من مؤسسة كلها عواطف ومشاعر واحاسيس وحرص على العمل بحيث نلقي هذا وتستمر معنا مسألة البروفيشناليتي دي؟ جات المسألة المنتقلة ان يحدث نوع من تبادل الخبرات من مؤسسة عندها 30 سنة او 35 سنة ثم تطورت الى المنتدى الانساني اللي اصبح ينسق بين المؤسسات الدولية والمؤسسات الاسلامية وبين المؤسسات الصغيرة. على مدى اليومين هنستعرض كذا حاجة، وزعنا على حضراتكم البرنامج، والبرنامج في الحقيقة ببساطة هيبدأوا الأستاذ الدكتور هاني البنا السيشن الأولاني، وهيبدأ السيشن الثاني، ثم الثالث والرابع والخامس والسادس اللي هما الاثنين النهاردة بعد الغداء والاثنين اللي بكره قبل الغداء، هنستعرض فيهم أشياء مختلفة أولا، لكن هيجي الدكتور هاني يختم في السيشن اللي قبل الأخير والأخير. السيشن الأولاني الدكتور هاني البنا هيستعرض في ببساطة جدا ازاي احنا نبني مؤسساتنا. انا كان نفسي فعلا اتعرف على ناس كنت حاولت، لكن الناس بدأوا مؤسساتنا عاملة ازاي ومستواها ايه، ازاي نرتقي بمؤسساتنا بحيث تكون ايوان، بحيث مؤسساتنا لو جه اي اوديتنج في العالم يعمل اوديتنج علينا مش هيبقى عندنا اي مشكلة، لان احنا حنا بنعمل حاجات كويسة لكن يمكن الدوكيومنتيشن بيبقى مش كويس. الجفرنرز بتاع المؤسسة، ازاي نبني مؤسساتنا في الحقيقة ودور المنظمات المجتمع المدني بعد تحلل عدد كبير من الدول، ازاي يكون دورنا في اعادة بناء دولتنا بشكل كبير. ده السيشن الاول. السيشن الثاني هيستعرض الدكتور هاني البنا بطريقة مبدعة التفكير الاستراتيجي واحنا شغالين في المؤسسات بتاعتنا في الإغاثة الإنسانية ولا غيرها في المؤسسات المختلفة، ازاي الفكر الاستراتيجي مش بس التخطيط الاستراتيجي. التخطيط الاستراتيجي ممكن يكون حد، لكن كان المحور بتاع السيشن ده ان كل واحد فينا بيقدر يفكر استراتيجيا ازاي واحنا بنقدم اغاثه للناس ونساعد الشعب السوري ونساعد مشكله المنظر، يبقى واخد بالي ان بعد 3-4 سنين بنعمل ازاي. ازاي اعمل الاثنين دول وانتقل من مجرد تخطيط تشغيلي الى تخطيط استراتيجي بشكل كبير. دول التو سيشنز اللي هيكونوا ماسكين وهيبقى انتر اكتف بشكل كبير. لكن نفسي نتعرف لكن مع الدكتور هاني. يخلص الدكتور هاني هيكون الغدا، بعد الغدا هنبدا معانا اخونا الاستاذ حمزه عبد ربه، وده راجل الماني مصري ما اعرفش استرالي، كان اصلا عراقي في حدوته كبيره كده، مسؤول حسابات في اسلاميك ريف المانيا، وهو بعقليه الناس اللي بيدوا فلوس لاسلاميك ريف العراق بيقول هم بيصرفوا الفلوس ازاي وبيعملوا ازاي، فهيقول ازاي المحاسبه تساعدنا على جمع اموال اكتر،
ازاي ضبط الامور المحاسبيه للبروجكت مانجر ورئيس مجلس الاداره يساعدهم يافويد اي حاجه في حكايه غسيل الاموال او الارهاب او الحاجات اللي احنا ممكن نعملها غلط ومش قصدنها لكن نتهم فيها بشكل. هيشوف امور المحاسبه لكن ليست للمحاسبين وانما للمدراء، مدراء المشروعات والبروجرام مانجر والهيد اوف ميشن، ليس مو تقنيه وانما تطبيقيه بشكل كبير. بعد التو سيشنز بتاعه استاذنا الدكتور امل هيتكلم على القانون الدولي الانساني والحاله السوريه وكيفيه ان المؤسسه يكون لها دور بشكل اكثر. انا يمكن يكون لي سيشن او اكثر في مساله كيفيه ان احنا نبني برامج تدريبيه ستيب باي ستيب وما هو سلم التطور المحدد في 5 مستويات اللي ممكن تاخده المنظمه بحيث تنظر من A B C لحد ما توصل من خلال الأكاديمية الإغاثة الإسلامية. ثم يأتي الدكتور هادي البنا في السيشن قبل الأخير عشان يتكلم على التحديات التي تواجه المجتمع حاليا بعد التغيرات العالمية والتغيرات الإقليمية وما حدث وإزاي إحنا نتفاعل معها، وده يبقى open discussion مع الناس. ثم السيشن الأخير هيكون what next، يعني ماذا نفعل بناء على ذلك. هنستعرضها بشكل لكن معظمها هيكون انتراكتف. احنا كنا مخططين نخلي تو سيشنز، مجموعه هنا ومجموعه هنا، لكن لسه بنفكر للعدد الى حد ما ممكن يمانج جزء الوان سيشن. اتفضل يا دكتور. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نحاول نعمل مؤتمر تنسيقي مع منظمة التعاون الإسلامي وجمعيات دولية ومحلية. Trying to make this coordination meeting for emergency response to Mogadishu because they are facing famine with the Organization of Islamic Cooperation and the local and international agencies. A lot of people didn't want to come for safety reasons. كثير من الناس رفض انهم يذهبوا لمقديشيو علشان ان واحد عندنا احنا رحنا وجينا صح؟ We went and we came back. Can you see me now؟ انا ميت دلوقتي ولا صاحي؟ الدراع موجود وعندي دراع يمين ودراع شمال ورجل ورجل معناها زي ما هي. I'm as intact as I want that. Did not lose my life, my legs. Arms, anybody, anything in my world. Taking risk for the people who are at risk is a principle. أخذ المخاطرة لمن يواجهون الخطر قاعدة أساسية في العمل الإنسان. Clear? Yes. واضح؟ نبدأ. يعني لين الناس كم ساعة كسر كم دي على سيشن أو النهاية. What time is now? To adjust my time. ها؟ 24. 9 ونص. طيب. المجتمع المدني civil society is an individual responsibility. مسؤولية فردية. لا تبنى دولة no state will be built without engagement with the civil society organization. مفيش دولة هتبنى بدون مشاركة المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني. دي قاعدة. من يراد أن يطبقها this is another principle or basic knowledge. Those who want to apply it can do, those who don't, it's up to them.
In my own belief, it is a principle. And في إيماني الشخص أنا قاعدة أساسية التي تجسد في بناء المجتمع، بناء الوطن، في بناء الدولة. محاور الدولة أربعة. The pillars of any state are four. The government, private sector, civil society, and in our area, because it was very backward, academia and research. How بناء الدولة أربعة، المجتمع المدني، حكومة، القطاع الخاص، والريسيرش، واللي هو الأكاديميين، لأن احنا متخلفين في بلادنا في الريسيرش، واللي هو العمل البحثي والأكاديمي. الغرب عملها ثلاثة. In the West, they are three. Private sector, civil society, and government. Here, because we ignore research, because we don't believe in research, I have to, for my own belief, to put research. To build any society, let's talk, we have to have a clear idea. عشان نبني أي جمعية لابد تكون فكرتنا واضحة 100%. 100%. Very simple، بسيطة. دي أول قاعدة من قواعد بناء أي جمعية، مؤسسة المجتمع المدني. You have to have a very clear idea, simple for everybody in the society to understand. This is number one. Number two, we have to believe in what we are trying to do. لابد يكون عندنا إيمان بالفكرة بتاعتنا، بالمجتمع بتاعنا، بالانتماء لوطننا. You have to believe and have loyalty to our idea, our society, our country. حاجات بسيطة جدا. It's very simple. If we don't do it, we fail. But you have to be reminded to do it. Why do you go to Chechnya? لماذا نذهب للشيشان؟ وهم في أثناء الحرب. أو في البوسنة في أثناء الحرب. أو في بغداد. طبعا الغزة الإسلامية معذرة سوري سيستر أمل. الغزة الإسلامية إسلامي كليف started in Iraq 1996. أنا كانت أول زيارة لي لبغداد 1996. وكانت ثاني زيارة لي لبغداد 1997. وثالث زيارة لي لبغداد في مكتب 2002. وبعدين ثالثة ولا خمسة ولا مش عارف كم بعد دلوقتي 2003. We started sister Dr. Amal, my first visit to Iraq. I'm just chasing you. Okay. Was 1996, then 1997, then 2002, then 2003. So there's the history for 7 years before the 2003 new government came in Iraq. ليه احنا جينا بغداد والعراق أثناء الحصار؟ عشان مؤمنين بفكرتنا لبناء مجتمع في العراق. Because we believe in our idea. So the first is a clear, simple idea. The second, you believe in it, your dedication, and هو إيمانك والتزامك والدديكيشن يعني إيه؟ اللي هو حرصك على إنجاح هذه الفكرة اللي من أجل بناء الوطن. To build our country collectively. دي ثاني نقطة من نقط بناء مؤسستنا. الأمر الثالث إن احنا نكون inclusive. يعني نستطيع ان نجمع حولنا ابناء الشعب زي ما كان بتتكلم الدكتوره على التنوع اللي موجود في العالم. جميل التنوع ده. have to be inclusive to attract and bring and include different sectors and different components of our society. inclusivity idea, belief, education and inclusivity. okay, do not leave anybody out. النقطة الرابعة اللي هي الاستقلالية. كنا احنا بنتكلم هنا عن بعض معايير اللي هو الهيوماتيريان برنسبلز، اللي هي المعايير الدولية اللي هو الهيوماتيريان برنسبلز يعني بالعربي
المعايير الإنسانية مش كده؟ المبادئ الإنسانية الشفافية الترانسبارنسي الاستقلالية الحيادية عدم الحياد التطوع العالمية يوعد سبعة دائما بنساها The seven principles of the humanitarian principles are transparency, independence, neutrality, impartiality, volunteerism, unity, the one. العالمية, universality, and unity. احنا في العراق وانا اقول لك انا بتكلم دلوقتي من العراق. We are in Iraq. We have to be very careful with these two. Transparency and the independence, whatever will never build an organization. Transparency, الاستقلالية والشفافية. The board of trustees must be independent. Independent. Decision is made inside the board only. يعني مجلس الإدارة لابد أن يكون مستقل استقلال تام عن أي تشكيل سياسي أو أي تشكيل ديني أو أي تشكيل آخر. The board should be independent totally from any link with any political party or any religious grouping because it's inclusivity as I said and diversity. Transparency, why transparency? لماذا الشفافية؟ Because we deal with the public money. We deal with public money. And this is what Hamza will talk about it today and tomorrow about counter extremism, counter terrorism, and how to be transparent. حيادية, impartiality, neutrality, يعني أثناء الحرب, impartiality, neutrality, You don't sideline with those people or with those people. You're in conflict. العواطف, emotion is good, but do not be led by emotion. العواطف جيدة بس لا تستسوخك العواطف. نتكلم عن الحاجات دي نحن نتكلم عليها في بناء المؤسسات. الأمر واضح. Is it clear in Arabic and English? Yes? Any objection? Stop me. I'm very clear. أنا واضح جدا في الديول التي تدير المؤسسات من أبواب الخلفية. شايف أنا ماشي الدين إزاي؟ شايف الدين؟ أنا هقطعه. I'm very clear with the backward link between me and any other group. If I'm humanitarian, I'm humanitarian. If I'm economical, I'm economical. If I am religious, I am religious organization. If I am agriculture, teach, whatever it is, I have to be transparent and clear. الإدارة المؤسسات من الأبواب الخلفية أول مدخل لتصنيفنا أو وصمنا بالإرهاب. شئنا أم أبينا. لا حد يعجبه كلامي يعجبه، اللي ما يعجبوش كلامي أنا كلامي مش قرآن. بس أنا مؤمن بيه. Whether we like it or not, I'm not saying Quran, but this is what I believe in it. لابد أن يكون في استقلالية وشفافية للمؤسسات الدعم خاصة في مناطق الصراع, especially in conflict zones. واضح يا جماعة؟ واضح؟ أنا ما بهزرش دي. وبشتم أول مرة جيت العراق, first time to come to Iraq 1996, I'll tell you what happened. Because I love you. قول I love you. مش عايزين تحبوني. طب أنا بحبكم غصب عنك. I love you against your will. ها. إيه رأيك بحترمني؟ إيه رأيك أنت بتاع الإنجليزي؟ كان العراق بتجيله مساعدات غير معلن عنها. 1996 most because of the regime at that time. Because most of the donation coming was not actually reported.
And we were the first to break this taboo. ونحن أول مؤسسة كسرت هذا الحاجز وأخذنا التأشيرة وقلنا هنخش من بغداد نشتغل في العالم. ناس تكلموا كلام كتير كذا وكذا 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 بالذم يعني. دخلنا خدنا التصريح مشينا من السيطرات من بغداد للجنوب لغاية اللي هو لغاية البصرة بقى كل وبعدين من بغداد لغاية ما وصلنا الموصل وكركوك وسمراء وبعدين من بغداد لهيت وراوة وعنا وحديثة وبعدين من بغداد للأنبار والرمادي وكان في الشيخ الألوسي هناك ما عرفش لسه عايش ولا مش عايش ربنا يديله الصحة ها هو يعني ما عرفش اسمه الأولاني بس كان عنده سمك قد كده والسمك we went to distribute all this with the permission from the government. Well, the first time to break the taboo of lack of transparency. And the rest of the organization followed us. بدأ من أول 96 بعد المؤسسات تبدأ تعلن عن اللي هم بيعملوه إيه. فطبعاً ده مهم جداً في العصر اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي at that time of Islamophobia, counter-extremism, counter-terrorism, counter-radicalism, we cannot afford to lose our independence and lack of transparency. For us, Islamophobia, والحرب على الإرهاب اللي احنا مش عارفين التعريف, الحرب على التطرف, وعلى 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 وعلى, لا نستطيع أن نتخلى عن الشفافية والاستقلالية. At all, especially in conflicts, خاصة في مناطق الصراعات اللي كل من العاملين في هذه المناطق متهم لأن يثبت العكس. Especially in the conflict zones, particularly most of the people in these conflict zones are being accused. كنا في مؤتمر في الدوحة من الشهر اللي فات. كان في سيشن عن اللي هو تأثير قوانين محاربة الإرهاب على عمل الخير. There was the conference and in Doha, and there was a session about the impact of counter-extremism terrorism on humanitarian effectiveness. And the lady from Holland said, "Sayyida اللي جت من هولندا, there's somebody from Holland here, you are." Said, "You know what she said? لأنكم تعملون في مناطق الصراعات الخطرة المسلحة, فالناس تشك فيكم." انا انفا يعني ايه بوم يعني ايه يعني ايه انفعلت لا انفجرت ما استعملهاش احنا اسفين لو نهزر ولا ايه ما صبحوش كلتوا باشا على الصبح ولا ما كلتوش باشا مش عارف باشا كيف ضحكت لما قلت باشا ها قلت لها يعني اللي اكسبلودينج That because we work in such an area, you should respect us, you should support us, you should develop us, you should protect us, you should work with us. لأننا نعمل في هذه المناطق الخطرة التي ممكن أن نفقد فيها أرواحنا أو جزء من أجسامنا ونضحي بحياتنا لابد تساعدونا تدعمونا وترحبوا بينا مش تصنفونا. ولن نتخلى and we'll never let those people die while we are sitting at home doing nothing. نتخلى عن الفقير وعن المحتاج في وقت الحاجة. Never ever. Otherwise, don't ever call ourselves humanitarian workers. نتخلينا في وقت الشدة فلا نستطيع أن ندعي أننا عمال إنسانيين. كانت كلامي. اوكي لماذا لان صاحب المال هو هذا الفقير السوري ولا العراقي ولا الصومالي ولا الفلسطيني ولا الميانماري ولا اللي في جنوب افريقيا ولا في اي حته في العالم هذا هو من يدفع لنا المرتبات this is the landlord of the organization the poor man The poor woman, the poor child, the orphan, the widows, they pay our salaries.
from the donation they receive. لا تتخلوا عن من يدخلكم الخالق الجنة برحمته من أجلهم. Never let down those people that Allah will let you enter heaven because they pray for you. The poor people. وهذا ما جعله أو ما فعله كل الأنبياء والرسل أن عاشوا مع الفقراء من عيسى عليه السلام، إبراهيم، موسى، محمد صلى الله عليه وسلم، محشرنا مع المساكين. Allah put us among the miskin. This is the principles here. What حكينا أنا لسه ما اتكلمش عن دور المجتمع المدني. يبقى الرؤية تكون واضحة. عندنا رؤية. لابد يكون عندنا رؤية. We should have a vision for our organization. We should put a structure for the organization. We should move slowly and building the organization step by step. لابد أن نبنيها من الداخل كما نبنيها من الخارج. الجمعية يا شباب مش مال فقط، احنا بنجري ورا المال. Organization is not only fundraising only. ابدا ابدا never ever was a fundraising. لم تكن ولن تكن الجمعية تقام على المال فقط. دي قاعدة احنا بنطبقها وعايشينها. منتدى الإنساني اللي اتكلم عنه الدكتور سيد الزناري في ثلاث موظفين فقط. I've got three, I've got only three workers and myself. لكن بقدرتنا على العطاء ووضع الأفكار واتصالاتنا بالعالم الخارجي نستطيع أن نترجم هذا إلى عمل تشترك فيه كثير. الفكر شيء، الإيمان شيء، العطاء شيء، القدرة شيء، والمال شيء. Your ideas is very important for the growth of the organization. Your commitment, okay, your contribution, okay, your connectivity, and building partnership with others can build the organization. It's not only money. الأمر المهم جدا في الفلوس. Don't ever depend on foreign money alone. لا تعتمد فقط على التمويل الخارجي فقط. لابد يكون عندك مشاريع تستطيع ان تكون مشاريع مستدامه. You have to build this sustainable projects. في بعض المناطق هتقفل. انتوا عارفين انا بتكلم عن مين دول 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 ذكر اسماء بلاد او دول. فلابد يكون لكم تنوع في جمع المال من اماكن مختلفه. بناء القدرات، توريث الشباب في المؤسسات، ابراز دور المراه والشباب في المؤسسات، كل دي بتبني المؤسسات. بتكلم على حاجات تعتبر هي شيء اساسي جدا. The role of women, the role of youth in building the organization. What do you mean by partnership? ماذا نعني بالشراكه؟ انا هقلع بقى عشان سخنت، اسمحوا لي كده. كل المسخة نقلع. يعني ايه شراكة؟ حد ممكن يقول لي كده يعني ايه شراكة؟ يلا حد من الشباب كده الحلوين والشابات الحلوات يقول لي ايه شراكة؟ يعني ايه شراكة؟ What do you mean by partnership؟ تعال هنا. Yeah. I love you. I love you too. Thank you very much. What do you mean by partnership? It means that you are working with someone that teamwork, yeah. So, ready? Yeah. Ready with the answer. Thank you. Thank you. Thanks. When Dr. Hani introducing our head of office in Du, Habal. خلاص خلي يعرف عشان بشوف. يلا ماذا نعني بالشراكة؟ التعاون والتنسيق بين مجموعة من الأشخاص للوصول إلى هدف. كويس. تعاون وتنسيق. Partnership is means coordination and communication. Between a group of people. Yes. Anybody else? Yes. ربما الشراكة لها هدف معين، إنه اثنين أو طرفين، طرف عنده professional والطرف يحتاج للتقدم، طرف
الطرف الأول يساعد الطرف الثاني عشان يوصل لمستوى نسميه capacity building. يعني الشراكة could be يعني between the developed and developing organization to build the capacity of the developing organization. Yes, تفضل. ها تفضل. وديها الميكروفون عشان التلفزيون. مفيش تلفزيون يا طبعا. يعني ايه دعم بعضنا البعض. في حد ثاني يا شباب؟ تفضل يا دكتور. تعاون بين عدة أشخاص لتحقيق هدف. كل شخص يملك قدرة وهاي القدرات تتجمع لتحقيق الهدف. طيب يعني cooperation between group people for an aim which is very very precise an aim. الشيء الوحيد اللي فيه شراكة مطلقة هو الزواج. The only thing which have got absolute partnership is marriage. But between organizations, بين مؤسسات لتحقيق هدف. بمعنى ايه؟ أن لن أستطيع أن أنا أعمل معك شراكة في كل شيء. I cannot build partnership with you in every aspect of your work. Let us start with a very simple project or aim. شراكة اللي تتفق على شيء بسيط نبنيه. أنا ليه بتكلم على الشراكة في بناء المؤسسات؟ لأن دلوقتي because now there's lack of resources whether it's human resources or financial resources. لأن في ضعف كثير جدا في القدرات البشرية والمادية. نمبر 1. نمبر 2 حجم المشاكل وتنوعها وتعقيدها وتركيبها وارتباطها بالعالم الخارجي عن العراق كبير جدا ومعقد. The complexity and the difficulty and the enormity of the problems and its attachment to the outside world is huge. I cannot do it alone. ما اقدرش اعملها لوحدي. نمرة 2. نمرة 3 اللي هو قوانين حرب الإرهاب. يعني اللي هو تأثير اللي هو the impact of humanitarian of counter-terrorism on humanitarian activities. يعني ده في حاجة. فإذا بعمل الشراكة مع المسلم وغير المسلم. مع السني ومع الشيعي. مع أي طائفة من الطوائف اللي موجودة في العالم. بل عشان نخرج احنا كمجتمع نواجه الخطر الذي يواجه دولتنا او وطننا الى اخره. فده اللي هو الايه؟ احد اسباب بناء الشراكات دي بيننا وبين بعض. انا بس مش عايز اكمل كتير جدا في الكلام ده اللي هو على بناء المؤسسه. لو حد فيكم عنده سؤال قبل ما انتقل للنقطه الثانيه ازاي المؤسسات المجتمع المدني بتبني الوطن. حد عايز نقطه في بناء الجمعيات؟ أنا كنت ركزت كتير جدا فيها. I focused a lot on independency, transparency, and now building partnership and being in neutral and impartial. صعبة, difficult, but we have to do it. لو حد عنده سؤال في الحتة دي قبل ما ننتقل للنقطة الثانية. تفضل. عندك كتب أو فيديوهات أو برامج أو على اليوتيوب؟ عندي محاضرات على اليوتيوب بس أنا مش بعمل عن نفسي دلوقتي. Actually, at the beginning, I thought you were saying that religion is a principle. Religion? Yeah. Yes. Any humanitarian organization. So I don't think it's a reality. Religion is not a principle of any humanitarian. Can you say what I said, please? Actually, because you were translating some of your, I don't know, when you entered to Iraq with a Holland woman, a woman from Holland. No. I mean, and initially you said something like that. That I, if I didn't misunderstand, I'm just like, a religion is not the principle of any humanitarian organization. I didn't say this that. This is my
my view of, but you said religion or like, it will be like a principle of any humanitarian organization that is not correct. Okay. So I did not say that religion is not a principle? It should not be a principle. No, I didn't say that. Okay, what I said you have to be independent from any political group or religious group. The decision making of the board of trustees must be independent. That's true. Okay, this is what I said. Okay. So if you have an organization, عندكم مؤسسة تكون مستقلة عن حزب سواء حزب سياسي أو حزب ديني أو حتى شخصيات مؤثرة. And even some individual who could be very heavy work. Because you have to have a very independent decision making inside the organization. This is what I said. خلاص دي واضحة بالنسبة لنا يا شباب عشان بس ايه ده ما كانش واضح. عندي في حاجة سؤال تاني؟ Another one what was about like you if you remember that you said about like a woman from Poland came to Iraq and she wanted to participate in a like in conflict region or something like that that you said I was exploding for her answer because she wasn't able to work with you. So it's not a humanitarian principle. If you force somebody to work with you, even in humanitarian area, the moral Hollandia اللي كانت في الاجتماع تعرض عليها. Oh no, no, no! It was a conference. Oh no, it's nothing to do with Iraq. This was another. I did something. That's why you translated like. But no. It wasn't like that. I was in a conference. And the mention was. It's because you work in a conflict zone, people suspect you. Exactly. Okay. Well, this is wrong. I told them because we work there, you have to support us because we are risking our life. And you cannot leave those people alone. So that is a good point, but you even for anybody when I'm not like I escape to work in a conflict zone, so you're not allowed to force me to No. That is my point. No. Nobody will force you to go to a conference zone. Even working in a humanitarian organization. No problem. I agree with this. But actually, I'm talking about the people who are working in these conflict zones. If they would like to risk their life, you have to support them. Exactly. To stop them. That's what I said. جزاك الله خير. يعني فوضح الموضوع ان انا ايه لا اجبر احد على ان يشتغل في مناطق الصراعات المسلحه ولكن من اراد لابد ان نعاونهم وانهم كيف يعملوا في هذه المناطق. That's what I said. جزاك الله خير. ها ده بالنسبة للمؤسسات وبناء المؤسسات. في أي سؤال عن النقطة دي؟ طيب نخش على النقطة التالية اللي هنتكلم عنها اللي هو دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء الوطن وبناء الدولة. يعني إيه مؤسسة مجتمع مدني؟ What do you mean by civil society organization? Anybody know? Yes. منظمة غير ربحية. منظمة غير ربحية. Non profitable organization. تعمل من أجل أكو مشكلة. تعمل من أجل إنقاذ مجتمع أو مساعدة الدولة في بناء المجتمع. يعني it is a non profitable organization working independently to help the state in facing one of the problems inside the country itself. Okay, that's one definition. What's مجتمع مدني؟ وفي كله على التغير ده في فين الميكروفون اللي كان مع احد الشباب عشان بس احنا المجتمع المدني هنبنيه طول عمر العرب عندهم مجتمع مدني من مئات الى الاف السنين والوقف كان ركيزه اساسيه في بناء الدوله وتثبيت الدوله ومعاونه الدوله والحكومه في حل مشاكل الشعب And the endowment or the trust was the basic principle of helping the state of sorting the small problems for the people in this long time during Islam and before Islam. Even with the Christian brothers and sisters, you can see Al-Qaf in Alf Sana, more than 1,500 years in London, America, but America was also 1,000 years here. كنائس قديمة موجودة إلى آخره معابد
كل هذه الاشياء. فوقفه كان جزء مهم جدا في تاسيس المجتمع المدني في المنطقه العربيه اللي احنا عايشين فيها. One of the most important institution of building the civil society is the trust or foundation which we have experienced it long time ago. Not today, what I mean. تفضل. منظمة المجتمع المدني أو المنظمات يجب أن تكون غير ربحية مستقلة تعمل على سد ثغرات موجودة في المجتمع إذا كان فيها مشكلات أو كوارث أو ما شابه وتطوير وبناء المجتمع حتى إذا ما كان عندنا كوارث أو حالات خاصة يجب أن نعمل على بناء وتطوير المجتمع. يبقى إضافة لأدي to what our sister mentioned earlier on is actually to develop our society even if there is no conflict. It's not only created for conflict. Conflict and outside conflict. أنا كنت في عشاء تعشين كنت في عشاء مع بعض الناس الإنجليز كبير يعني 20 واحد بس حضروا. طبعا كانوا بيتكلموا في إيه في العشاء ده؟ في فلاد كانوا بيتكلموا عن كيف نبني قدرات الجمعيات التي دخلها في السنة أقل من 100,000 جنيه استرليني. جايبين مانحين كبار علشان يدعموا هذا القطاع لقطاع الجمعيات الصغيرة اللي هي مش قادرة تبني قدرات. In England we had this dinner to discuss one issue. How to support the small organization who has income less than £100,000 and to build the capacity. شفت الناس بيفكروا زي ابن المجتمع المدني؟ في مؤسسة أخرى كان لها إعلان رسمي في القصر تحت رعاية الأميرة آن. اللورد اللي عمل الجمعية عملها لأنه لقى عصفور جميل يخبط على الشباك فعجبه فلقى ان العصفور ده بينقلد في عمل جمعي. انتبهتوا؟ The second one in the civil society in London or the UK. A lord looked from the window to find a very beautiful bird coming and knocking on the glass. And he liked the bird, very beautiful. When he read about that bird, he found that actually it is its generation is dying or disappearing. So he himself decided to build an organization to protect this bird. This is a civil society organization. Means, يعني إيه مسمى المواطن المدني هو الذي يستطيع أن يبني مثل هذه المؤسسات. لأن صفة المواطن العسكري والأمني مختلفة في العمل. The people who can build such organization are those civilian or not non-military and non-security because the security and military have got different role to play. And the الجيش والأمن دي وظيفة لحماية المجتمع من الداخل وحماية المجتمع من الخارج. Because the army and the security have got a role to play to protect the individual in the country as well as to protect the country as a whole. That كل واحد فينا, that's why every one of us has a duty to build a civil society organization. كل واحد منا عليه واجب أن يبني مؤسسة مجتمع مدني. بغض النظر عن الدين والعرق والخلفية التاريخية. Without looking at the religious background, theological background, cultural background, or philosophic background, we have to respect everyone. Because I love, لأني أحب وطني وأحب أن أبني فيه ولو حجرا واحدا. Because I love my country and I love to build even one stone of the whole building of my country. That feeling بتاع ان احنا لابد ان نبني مجتمع مدني. مجتمع مدني السيفل سوسايتي السيفل سيكتور
ان هو بيبدا من مبادرات الشباب، احنا لابد ان نستفيد من طاقتهم في عمل المبادرات. وستارت ان ذيس باي يعني encouraging the youth to make initiatives to consume the energy، نحن نحول طاقتهم الى عمل ايجابي في المجتمع وتطور volunteerism. لان الرواح نحول هذه المبادرات الى مشاريع على مستوى الشارع او الحاره. خطوه ثانيه، لما تكبر المشروع نحوله الى جمعيه، زي ما اتكلمنا عن الجمعيات بعد كده، بعد نبني من خلالها المؤسسات، نبني من خلال ايه المجتمع اللي هنتكلم عنه. لابد اول شيء في بناء الجمعيه وبناء المجتمع المدني هو مبادرات الشباب. To encourage youth to take initiatives and to encourage them to change their initiatives into projects, then small organizations, then to build the sector as a whole. In this sector, the union, the organizations, the unions, the organizations, the initiatives, the projects, there are actually institutions, the foundation. يعني في مبادرات، في جمعيات، في مشاريع، وفي فونديشن نسميها الاوقاف اللي هي الحاجات اللي هي المؤسسات الخاصه بتاعت الكبار، وفي انستتيوشن. الانستتيوشن هي المؤسسات الكبيره فيري ويل استابليش موف فروم ماتيور فروم اورجانيزيشن انتو انستتيوشن. وين يور اورجانيزيشن ماتيور انف كان جرو تو ذا ليفل اوف بيكامينج ان انستتيوشن. كان ديسكاس ات ليتر اون اف يو وانت تو اسك ذيس كويشن. من مؤسسات المجتمع المدني بنتكلم عنها، انا ده بقى ممكن نختلف فيه بعض الناس، سام اوف ذا منشن اوف ذيس اورجانيزيشن، الموسك از ا سيفل سوسايتي اورجانيزيشن، ذا تشيرش، ذا تمبل، ذا بوليتيكال بارتي، ذا ترايب اللي هو المسجد، كنيسة، معبد، حتى اللي هو الحزب السياسي مؤسس المجتمع المدني، القبيلة متركبها جزء من المجتمع المدني، مؤسسة الرابط هيكلها، العشيرة، كل الأشياء دي كلها تعتبر مؤسسة المجتمع المدني. الاتحادات، النقابات، syndicates، unions، all this kind are blocks of building the civil society sector. وظيفتنا احنا Our role is to encourage people to build civil society organizations in different specialties. في كل التخصصات من العصفورة from this little bird to the small organization that you need to support. Research, water, يعني الأبحاث، المية، المناخ، إيه تاني يا ربي؟ كان زمان كان في اوقاف نقول اول دي، مش كان في اوقاف للعبيد؟ ها مين فكر الاوقاف؟ كان لما العبد يكسر او الخادم يكسر الازازه في وقف ايه يدوا له فلوس منه عشان ايه يدفع. وان ذا سليف بريك ا جلاس الصينيه او حاجه زي كده، هو في قانون في وقف معمول اللي هو ذا تراست ميد فور ذوز سليفز اور سيرفنتس take the money to compensate for breaking whatever in the house. كنا بنعمل حاجات دي ازاي؟ The وقف or foundation for the birds, the flying birds. When they fly, عندكم مش كنت بتعمل المكتير مهرجة عندكم هنا؟ تركيا يا بابو. In front of every house, there's this big not glass, big pot on the roof for the birds when they migrate from Europe to Africa or to Asia. This was actually coming from Omar ibn Abd al-Aziz. He was telling the Muslims to feed the birds and the animals on the mountains from the state farm. يعني الحاجات دي كان عندنا من زمان، بس ما كناش بهيكلينها. عايز دلوقتي انا هيكلها. We had this practice for hundreds of years, but was not structured. Now we need to structure to build a society to protect the country when they work side by side
to the governments, private sectors, and the academy. Well, I have to think about the next time we'll talk about. Anybody has the time? This is the office. Oh, this is the office. عشان التزم بالوقت. 5 past 10. ها؟ 5 past 10. 10 و5. عاد انا خلص الساعة كم؟ 10 ونص. I don't want to keep talking. I want to listen from you or to you. Further. أنا دائما أعتبر حسين وعلي زين العابدين كان من كان تحاول منظمة شمع الشباب. أمين. حسين وعلي زين العابدين. على السلام. السلام. لما كان يجمع الأرزاق يوزعها على الأرض الناجين ولا أحد يشعر فيه ولا أحد يسأل. كويس أستاذ. كان يعتبر جمعية منظمة لحال ولا كان شخص واحد. It's an informal civil society organization. صح. هو كده. This is how it started. يعني الحسن عبد الحسين نزل عبد الحسين اسمه. حسين معادي. حسين. اللي هو حسين حسين نفسه ولا؟ لا. ولا حسين الثاني. مسؤول. فمن أي بيت كان. هو that was an informal. Informal, non-structured duty of. What's your name? إدريس برزر إدريس. وحاجة تانية كنا بنعملها الألمية فلاحين the farmers. أنت تعرف farmers؟ they take الزكاة outside to give to the people. والبزنسمن كل الحاجات دي كانت informal. وكانت عفواً سابقاً التكافل الاجتماعي في الإسلام. ده جزء من التكافل الاجتماعي. كان بيقوم بيه أهل البيت وحتى أهل الأفراد العاديين من المجتمع. عليه السلام. والآن طول إلى المؤسسات. مؤسسات. وحالياً ماذا؟ إحنا مستعد بالإنفورمال مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما بعث راح لمين؟ راح للسيدة خديجة. وكان لما القرآن نزل عليها when the Quran was revealed, it was shaking because it was Jibril and first time. تعرف قالت له السيدة خديجة؟ عليه السلام والله ان الله لن يخزيك ابدا والله الله will never let you down because يلا دي لك كوز بقى عندك كوز ولا ما عندكش كوز الضيف يلا افتح قول بقى انا ترجم تذكر تغري الضيف وتعين على رواق وتحمل الكلب وتذر الرحم وشفت بقى يعني الستيتمنت اللي عملته سيده خديجه You were visiting your relatives. You helped the weak. Okay, you support the people at the time of disaster. What else? And you support those people who are in need. That كان هو تأسيس رؤية السيدة خديجة للمجتمع المدني. وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم كمواطن سوشيال وركر في المجتمع. This was the principle that السيدة خديجة عليه السلام mentioned it in the character of the Prophet صلى الله عليه وسلم before he was the Prophet. احنا بنرجع زيادة التقصير يعني اتكلمنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة we spoke about the Prophet صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة we spoke about الحسين عليه السلام as well. Yeah, I have a comment here. Actually, how do you know how you're 100% sure that they did do the same thing that you are talking about? What do you mean? I mean, how are you sure regarding respecting everybody here? I'm Muslim too, but how are you sure that they did what you are saying right now? You mean authenticity of the hadith? Yeah. Okay. Can answer it. تأثير الحديث. Comes from like 1400 years ago, yes. So how can you be sure? Never people they change it. It's not Quran. It's just talk about talk of me. Like maybe I'm talking with you, and 2 days later somebody else changes. Okay. So there is a science in the history called the science of men. علم الرجال. Okay. علم الرجال معناه it means that those who talked about Hussein. عليه السلام and transfer this knowledge over 100 years to 100 years to 100 years they know that you are honest you are not liar and they keep
keep this narration in a track. Okay? And this is how people were actually building this kind of scientific knowledge. Okay, by actually tracking the knowledge, okay, for 500 years or 1,000 years or 300 years or 400 years. By saying, you are the first one, Idris was saying it. Who is Idris? He's a very good man, does not lie, very honest, so and so. And somebody from them, what's your name? Sazan. After 20 years, she repeated what you said. Exactly. And so this is how they managed to transfer knowledge. Okay? الأخذ يسألني يعني كيف تأكد أن المعلومات صحيحة؟ في عندنا علم الرجال والعلم الرجال اللي بيأكل بخصائص نقل المعلومة والعلوم من جيل إلى جيل على حسب صحة وصدق الراوي نفسه. يعني حاول عندك حاجة. In England, we as Islamic belief honoring 10 Muslim scholars. And we bought in the medical school, يعني احنا كنا نحاول ان يعني نشرف 10 من المسلمين المبدعين ان هم عملوا اشياء كثيرة. في حتى في منهم مسلم في منهم مش مسلم. كان في ناس في العراق كان مش فاكر ثابت بن قرة كان اصلا مش مسلم. وحتى في منهم سنة وفي منهم غير سنة زي الروايات اللي على اسمه ايه ربي على الطب ابن سينا يعني يقال انه اسماعيلي يقال كذا. فحطينا 10 اسماء دول يعني to honor the people who contribute to science 1000 years ago 1500 200 years ago to put their history in a book. Okay. And to honor them in the medical school. حطينا الأسماء دي كلها واشترينا الكراسي دي في الكلية وحطينا التاريخ بتاعهم. And we bought their history. They were born in that year, died in this year, and the encyclopedia now is covering all those things. So human being has to do what they can, but that doesn't mean they cannot do mistakes. The only nothing is about that. The perfect is what? The rest is ijtihad. Any more difficult questions? I love you because you give me a difficult time. حد ثاني للأسئلة؟ إحنا عايزين نبني مجتمع مدني. دكتورة إحنا عايزين حاجة لكم من المسك العصاية. إحنا عايزين نعمل إيه؟ خلف مدني نبني مجتمع عشان نبني وطن عشان نحمي وطن عشان نخلي وطننا في المقدمة. We need to build a civil society sector to build our country, to protect our country, to raise the flag of our country. So when you look at in the Olympiad, in the Olympic, or in the World Cup, see, you know when Iraq won Asia Cup? I was supporting it. I was nearly in tears. This was about 10 years ago. Remember the match, the final? Yeah. خلاص بقى ما تسكت بقى. I was in tears when they won because I thought that this is the determination of the people and sport is a part of the civil society. يعني حتى الرياضة قلت من بين المجتمع عمل الشباب عملوا اللي خد وقالوا تقبل عليهم في العمل الرياضي. فالعمل المدني اللي احنا بنقوم به هو ركن ركين من الدين بتاعنا. زي ما اخونا اصلا في سيدنا الحسين وزي ما السيدة خديجة أصلته في قولها للرسول صلى الله عليه وسلم. The brother said about الحسين ابن علي زين العابدين. هو البعض التطوعي في بعض الناس تقل التطوع من مصدر ديني ممكن مصدر أخلاقي مصدر إنساني مصدر عشائري مصدر رياضي كله مقبول. الأبعاد كلها مقبولة. المهم أن الفقير يحصل على الحاجة. Because the reason for doing voluntary work could be religious, could be theological, could be social, could be anything. Allah will give you the reward. In dunya and in akhirah, it's up to Him to let me to go to heaven and let you to go to heaven. For us, when you go to heaven, you invite me. Inshallah.
فهمنا اهميه يعني اهميه المجتمع المدني واهميه دورنا في بناء المجتمع بتاعنا. واضح الامر ده؟ في حاجه ثانيه عايز اسالوها؟ انا عايز اسمع منكم مش عايز اتكلم بس. انا ياما اتكلمت ضحكت على الناس وبنيت على الناس مش كده برضه؟ قلت عبد الحليم حافظ ابو كلثوم وكذا مش سهل ولا كذا مش صحي ولا كذا. توضيح السؤال بيساعد على المشاركه. طب هنا الاخ ده وبعدين الاخ ده. العفو حضرتك بتتكلم عن بناء مجتمع مدني. عندنا الحاله العراقيه مساله تسجيل مؤسسه اجراءات تاخذ وقت. فاستجابه يعني للتحديات اللي صارت مثل ما حضرتك تعرف كل تحدي يولد المجتمع يولد له استجابه. كويس. التحدي اللي صار بالسنوات اللي فاتت صارت الاستجابه للشباب العراقي وتشكيل فرق تطوعيه. ايوه فلو قارنا الحاله العراقيه ب 2007 كان كنا نحاول انه يعني مجموعه شباب اسسوا فريق اسمه يلا نتطوع ساعه، كانوا يدعون الشباب للتطوع ساعه من وقتهم يوم الجمعه والسبت. فكان الاستجابه كلش بسيطه يعني 7 شباب 10 شباب في حالات رمضان يوصل 20 30 شاب. لكن الاستجابه اللي الان اذا قارنها بعد 10 سنوات اللي نحكي الآن 2007 فرق تطوعية تشكلت خلال 3 شهور 4 وصلت إلى مئات الشباب المتطوعين. فهذه حالة الاستجابة للتحدي اللي صار الاستجابة الإيجابية للشباب. فإحنا لما نريد نحكي إذا نحكي مجتمع مدني فالمجتمع المدني هو مبادرة شبابية. أيوة. وفريق تطوعي وهو الدائرة. الله يسلم سنة كسنة وصل لنا كمان. فلما نجي ندعم المجتمع المدني فلازم ما ننسى الدوائر الثلاثه، الدائره الصغيره اللي هو الفرد المبادر، الدائره الاكبر اللي هي الفريق التطوعي، والدائره الاوسع اللي هي المنظمه المجتمعيه. جزاكم الله خير. يعني اخونا بيقول يعني when we started the front activity few years ago very few youngsters responded. Now when they make a call hundreds of youngsters because they believe now that they have a role and start from initiative for the youth, small organization and they can go this. That's what you said. جزاك الله خير. So I agree with you, inshallah. جزاك الله خير. And try to consume the energy of the youth. يعني لابد علينا أن نستفيد من طاقات الشباب وإلا وإلا will be used by other people. You see? لا تجعل الشاب يحمر. Don't let the young man or young woman to be depressed or demotivated. أبدا. Don't let it. Your role is to keep them motivated all the time. وظيفتك أن تجعلهم يتفائلوا. تعرف يتفائلوا إزاي أنت ما عندكش إمكانيات؟ شوفوك أنت بتشتغل في الشام. You know how to do it when you don't have resources. They see you the first one to come to the street and clean up the road. Then they follow you. They follow you. حط بذرة الأمل والتفاؤل دائما في قلب الشباب. Put the seed of hope and optimism always in the heart of especially youth. لأن مقتلنا في العراق because the killing of our body in Iraq is attracting these youth to do non-humanitarian activity and destroy the country. ده مقتلنا في العراق. لابد نحارب هذا. بالعمل التطوع. We have to file this with volunteerism. تفضل. أنا أسأل على دور منظمات المجتمع المدني مع يعني العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والمجتمع المدني مع الحكومة. حقيقة برز عندنا ظاهرة في حادثة المجتمع. دور مؤسسات الإغاثية لإغاثة النازحين أدى إلى دور اتكالي من الحكومة. برز عندنا تقصير واضح من الحكومه تجاه مواطنيها واتكاليه على الجهد الاغاثي للمنظمات المجتمعيه. هو برز is talking about what is the role of civil society organization in the country and particularly during emergencies they're doing a lot of work. Let the government to relax and let them to carry on with the activity done by the organization. كما قلت من قبل الدور مكمل يعني is complementary between the government, the private sector, the civil society organization and in my case academia and research. Okay? Because we don't believe in the case about academia and research.
Your role is to keep informing the state government all the time. أنا أديك مثلا يعني وظيفتك أنت بالضبط كل ما تعمل شيء يكون في توافق مع الحكومة. في بعض الناس في الحكومة عايزين يشتغل، في بعض الناس عايزين يشتغل some of the government civil government civil servants would like to work and some of them are lazy. Encourage them to know and come and visit. Why I say this؟ لماذا أنا بقول كذا؟ أما رحنا احنا في الشيشان في 1999 قبل الحرب الأخيرة، when we went to Chechnya we had an office there in Grozny and in Kabardin Balkaria in Nashik 1999. Before that we were putting hand in hand at either كده. Whenever we do anything ونحمل أي شيء في أي قرية أو أي مستشفى بنجيب مسؤول الحكومة معنا. Whenever we do anything in Chechnya because the conflict we used to invite the minister or the senior civil servant in the government to be with us to see, to show them that you are doing this work in transparency. Even if حتى لو كانت الحكومة ضعيفة اخترها. Even if the government was weak in this area, just keep telling them. حتى لو كانت الحكومة ضعيفة دربها. يعني ask your donors if you have a workshop to get 5 or 6 or 10 people from the government, civil, as a worker, to be with you to be there. يعني انت بتعمل تدريب نفسه اقول للوزاره الشؤون الاجتماعيه ما اعرفش عندكم الوزاره اسمها ايه؟ العمل والشؤون الاجتماعيه. احنا عندنا ورشه في محاسبه عندكم موظفين يجوا ضيوف عندنا لمده 3 ايام او يومين. Because they need resources and they have maybe more resources than the invite the government workers to be trained by your organization. That's why actually to try to decrease this gap تخلي ايه؟ تقلل المسافة بينك وبين موظف الحكومة. موظف الحكومة يريد الدعم. يعني the workers in the government they need help. يعني هديك مثلا I give you an example 1996 كنا بنعمل أضاحي في حي الثورة بغداد. حي الثورة ايوه الشعراء صار كنا في مسجد هنا اوردينال انيمال ون اوف ذا بيج موسك. وي انسيستد تو دو وان فيرست اوف اول وي فاوند ذات موظفين الحكومه حالتهم اسوء من الشعب. ذا وركر ان ذا جفرمنت واز از باد از ذا بيبل سو يو هاف تو سبورت. نمبر 2 وي تولد ذيم وي دونت ديفرنشيت between any sect or any ideological background in the country. That's why we went through Najaf, Kufa, Karbala, geography which is first? Najaf or Kufa? Kufa. Kufa and Najaf, Karbala, and then Basra, as well as others. Then went to Sabia, then went Christian, then went to even the prison. Said the people in the prison was then went to hospitals. Okay, it's how we looked with the ministry at that time, 1996 and 1997, to distribute. That we did in 1996 and 1997 when we went to the hospital. There is no connection with the political situation. We have nothing to do with the differences. Our role is humanitarian. Our role is humanitarian. From here to there. وقضينا الليلة في كربلاء. قعدنا في كربلاء يوميا وتاني يوم كملنا على ايه؟ على البصرة. حقيقة يعني أنا أمين لرأي القائد بأن دور منظمات المجتمع المدني هو توعية المجتمع الحكومي وتشكيل قوة تضغط على الحكومة إذا ما أشبع.
And say that, I like it. And say that the role of civil society organization is advocacy, awareness, and putting pressure on the government. That's good. وفي ذلك التخصص وهذا specialist. We talk about advocacy organizations. We talk about human rights organizations. We talk about legal organizations. Okay. We talk about all these. Humanitarian organization does the advocacy by putting the facts on the table. يعني في مؤسسات حقوق إنسان، مؤسسات ضرب، دي كلها مؤسسات متخصصة. لكن المؤسسات الإنسانية بتعمل عمل إنساني، أقبلك، والضغط للجماعة الحكومة فقط أنها تحط الفاكتس اللي الأرقام، ولا يا حكومة تفضلي دون أن تعمل بوكسنج معاهم زي بتاع الجماعة بتاع هيومن رايتس والحاجات دي كلها. كده أغلب الحكومات بتخشى الهيومن رايتس أورجنايزيشن. تفضلي. أريد أجاوب سؤالاً. الحكومة موجودة؟ من منظمات المجتمع المدني درستوا أكثر من دولة الحكومة، لكن منظمات المجتمع المدني لا تستطيع أن تعمل نفسها إلا بموافقات من الحكومة، من أقوى لجنة منظمات الحكومات المحلية ثم رخصة، وكذلك رأس الوزارات إذا ما كان عنده إجازة رسمية لا يستطيع أن يعمل. بالنسبة للمنظمات الدولية التي دخلت على العراق في هذه الظروف لا تستطيع أن تدخل مناطق ساخنة إلا بوجود موافقات أمنية ووجود جيش. إذن شراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني حتى ينجح العمل الإنساني. الحكومة اليوم بس تأكل جسيم و Simpson and us cannot work without the permission of the government. Because they have the legal entity to give it. But have the role to be complementary. يعني إذا ما تكلمت كده, if we have a pressure group, it should be registered with the government. If we have a human rights organization, it should be registered with the government. So they know that المشكلة هتيجي من الجماعة دول, فهيبتدوا يتعاملوا معاهم بطريقة مختلفة. المنظمات المجتمع المدني بتأدي دورها الإنساني. أما الحكومة في هذا الظرف ارتهت بتحرير الأراضي لأموال العدة كلها خصصتها للجيش والقدار. واجب المجتمع المدني أن يؤدي دوره ويكمل دور الحكومة حتى نحافظ على أرضنا وعلى شعبنا. يا أضافت, she added a very important point saying during this conflict and war in terror and the war which is happening in different parts of Iraq, most of the resources of the government is getting to this direction to fight this war. And she is saying it's your role, the role of civil society organization is to do and support the civil society in the country. So maybe during this time, because of this conflict, continuous conflict, how many million? 2 million now? 1 million displaced inside Iraq? 2 million. يعني with the fragile government يعني they need help. مع الحكومة الضعيفة محتاجين. خلاص قدامنا 3 دقايق يا شباب عشان ناخد بريك وتستمركوا حاجة وتتكلموا هم good for 3 to 4 minutes before we have the break. Anybody else? Sisters, أيوة بس كلمني. أسأل أحفظ بسيط. That's why she said that, okay, you have to keep pressurizing the government
to cut some money from the military support into the social support. She's not fighting. She respects you. 30 seconds, because we need to break. Otherwise, there's no tea. There's no coffee. There's no coffee. الحكومة مو ما تصرف، لكن الأعداد الهائلة من النازحين هذه وقف في الخطة اللي وضعوها قبل التخريج. المفروض أن يرصدون أموال لهؤلاء النازحين عن الياش في هذا الكلام قبل ما يبدأون بالتخريج. لكن وزارة الهجرة والمهجرين عندها أموال وده تشتغل، لكن أموالها ما تكفي للأعداد الهائلة من. What she's saying is actually, yes, you are right, but there's not much enough money in the government. Because with this situation, we have to get the United Nations, and this is one of the things which I have been discussing with somebody to bring some, to have a small meeting next month for Ramadan, for donor organization. إن شاء الله ما نبيك دعاء لطلع من successful. Like what we did in Mogadishu days ago, we need to repeat it here before Ramadan إن شاء الله. أقولوا أمين. بعد عندكم مفتاح من مفاتيح الحكومة هنا في أربيل يقول لنا عليه عشان هنا نتصل بيهم ونبتدي نرتب مع منظمة التعاون الإسلامي ونجيب بعض الجمعيات الكبيرة. بدل أنتم هتروحوا لهم بلدهم هم يقول لكم if you have got some contacts in the government, because I know people in the United Nations. I was sitting with some of them yesterday, they're happy. But we need key individuals in the government to try to put the idea to have this meeting inshallah before Ramadan. طبعا انا بحبك وقول بحبك. ممكن تقول انت كمان. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي انا فرنكا للشاي والقهوه. انا فرنكا يعني هي باللغه العربيه. لا هو بس يتكلم عربي. يعني منتشر. انا فرنكا. السلام. Thank you.